شهر تنزلنا بإذن ربهم من كل أمر سلام هي سلام مطلع الفجر صدق الله العظيم. لا يحتاج إلى أي جهاد يحتاج إلى اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه. رمضان وإعمار المساجد المصلين من مختلف الأعمار في هذه الليلة المباركة المشرفة المشرقة المعظمة، استمعوا إلى قول الله العظيم. الله يحفظك، الله يحفظك، الله نسألك أن تجعلنا بفضلك من المقبولين وبجودك ورحمتك من النار المعتوقين، اجعلنا من المتقين البرار، اسلك بنا سبيل عبادك الخيار، اجعلنا من المؤمنين. قال السعدي ميمون ووارث المجد المرسول ولي عهد المحبوب الأمين جليل مولاي الحسن، وعليه فيه ما يسره ويستحسيه واشد عرضه بأخيه الأمين الأسعد مولاي رشيد يسانده ويؤاخيه ويسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا لو انزل